السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم المشهد السياسي. التحضيرات والاستعدادات لا تزال جاريه لبدايه دور الانعقاد المقبل، يعني في الاسبوع القادم. كان هناك اجتماع لمجموعه من النواب في لدى احد من النواب خارج مجلس الامه، وتم الحديث يمكن التنسيق على انتخابات اللجان البرلمانيه والمناصب. الحديث يعني اللي تسرب انه تم الاتفاق على بعض اللجان، ولكن بعض اللجان الاخرى وبعض المناصب الاخرى لن يتم حسمها الا بالانتخابات. ايضا الحديث لا يزال اليوم عن الزياده وزياده الرسوم، وايضا تصريح رئيس مجلس الامه بانه الكلام عن الزيادات هو غير صحيح، لانه لم يعرض الى مجلس الامه الى الان، ولكن هناك دراسات في سواء في المجلس الاعلى للتخطيط او مع الحكومه كلفت يعني للنظر في زياده بعض الرسوم واعلن عن بعضها. يمكن احاديث كثيره، يمكن خاصه في ملف سحب الجنسيه اللي تم توقيفه لمده يعني اسبوعين، ايضا اجتماع مجلس الوزراء الاخير ما تطرق الى هذا الموضوع. في حديث اخر عن يعني تفعيل يمكن تكون المساءله السياسيه في مجلس الامه او دور الانعقاد المقبل، لان الحكومه استنفذت يمكن الفرص، وبالتالي اصبح النواب اليوم يعني امام موقف محرج، اما ان يتم الاقرار ببعض القوانين اللي تم الاتفاق عليها كالبديل الاستراتيجي وغيره، او ان يتوجه الى المساءله السياسيه. احاديث كثيره ومواضيع كثيره راح تكون على الجزء هذه الحلقه. ارحب في الجزء الاول بعضو مجلس الامه النائب صالح عاشور، حياك الله ابو مهدي. يا هلا فيك. بداية يعني خلنا نبدأ من مجلس الأمة ودور الانعقاد. وأنت أيضا لك تصريح أبو مهدي، يعني أن مسألة سياسية حق، وأن ما حد يجزع منه، وأن نعم. توجهت أسئلة برلمانية بانتظار ردودها، وممكن هذه الأسئلة تتحول إلى، هي كل سؤال ممكن يتحول إلى استجواب. بالتالي هل أنت اليوم قاعد تمهد أن أنت راح تستجوب، وخاصة الكلام أن أنت اليوم يعني داش في 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 خلينا نقول نهج جديد مع الحكومة؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أشكرك على هذه الاستضافة. حياك الله. ولكن بما أنها في بداية السنة الهجرية وبداية شهر محرم، أول شيء نعزي الجميع باستشهاد ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وهذه ذكرى أليمة على الجميع. وأجدد حقيقة مطالبتي في جعل يوم عاشوراء كعطلة رسمية، وهذا أنا أعتقد الحكومة يجب تدرسه. و يعني أملنا كبير في صاحب السمو أن نكون مثل بقية دول المنطقة اليوم، العراق، إيران، البحرين، يعني لبنان، اليمن، كل الدول هذه تعتبر يعني عطلة رسمية، وفيها ومن خلالها نتذكر الشهداء جميعا اللي مر التاريخ، خصوصا يعني شهداء الفضيلة والحق، وعلى رأسهم الإمام الحسين، وشهداء الكويت كذلك. ففي هذه المناسبة احنا نعزي الجميع، العالم الإسلامي والشعب الكويتي، في هذه المناسبة الأليمة. نرجع إلى حقيقة السؤال، هذا السؤال واسع وكبير. يعني لا شك أن الوضع السياسي يعني في كل مرحلة تختلف عن المرحلة السابقة. المرحلة الماضية كان هناك نوع من الانسجام بين المجلس والحكومة، وأعتقد الحكومة أخذت فرصتها الكافية، بحيث أن خلال الفترة السابقة كان تعاون نيابي بين خلينا نقول أغلبية أعضاء مجلس الأمة، بحيث يعطونها الفرصة إلى بداية دور الانعقاد، ولكن كانت مشروطة أن نلا يعني نشوف إنجاز حقيقي على أرض الواقع. والإنجاز الحقيقي مو لازم أنا أقوله، الإنجاز الحقيقي يقول المواطن، يتلمس أن والله مشاكله في طريقة إلى الحل، حل بعض المشاكل. عندنا مشاكل أساسية قديمة، هل يشعر المواطن وتشعر الحكومة ويشعر البرلمان أن هذه المشاكل وهذه القضايا قاعد في الانفراج في طريقة إلى الحل، أو كما كانت نأتي ابتداء من التوظيف وتكافؤ الفرص، المناصب القيادية، قضية التعليم؟ كل مرة يتكرر يعني ما يخالف، صحيح يتكرر، وراح يتكرر حتى في المجالس القادمة والمجالس اللي بعدها، سواء كان هذا المجلس أو مجلس، لأن هذه مشاكل كل الحكومات، مشاكل كل الدول. ولكن المعيار وين؟ التحدي وين؟ التحدي هل في حلول حتى لجزء المشكلة، ولا ما في حلول؟ إذا شعرنا في حلول الكل يطلب، إذا لم نشعر أنا أعتقد دور الآن المجلس هو تفعيل أداة الرقابة كما فعل أداة التشريع. دور ده شيء
أنا شخصياً وجهة نظري إلى الآن الحكومة يعني أداها دون المتوسط. دون المتوسط؟ دون المتوسط. لا أشعر يعني أن هناك يعني رجال دولة حقيقيين مقبلين على إنجاز واقعي بحيث أن الكل يشيد فيهم. إلى الآن يعني لو نبي نشوف الساحة السياسية ونطلع رأي الجمهور والمواطن والشعب الكويتي في حالة من الاستياء، في حالة من عدم الرضا. الآن ممكن في إنجاز في بعض المواقع، ولكن في إخفاقات كثيرة. أهم إخفاق اللي أنا وجهة نظري الحكومة أخفقت فيه ويتحملون المسؤولية، أنا أعتقد انهيار الهرم الإداري في البلد. اليوم من الناحية الإدارية عندنا انهيار كامل. ليش؟ زمان يعني ما كان. لا مو من زمان، الآن أكثر. ليش؟ تفاقمت. ليش؟ أنا أعتقد إطلاق الحرية الكاملة لبعض المسؤولين سواء كانوا وزراء أو مدراء العامين بالنسبة للتسكين للمناصب القيادية بهذه الصورة ضريبتها جدا عالية. اليوم ضريبة أن كثيرين والبعض من المسؤولين لم يأتوا لشغل هذه المناصب من خلال الكفاءة، من خلال الخبرة، من خلال الأداء، ولكن يوم من خلال إيش؟ من خلال الواسطة، من خلال المحسوبية، محسوب على فلان، تسكين من فلان. وهذا النواب، النواب هذا أيضا مشكلة النواب، أنهم أيضا ما عليه الحكومة أحد أسباب المشكلة. أنا أتفق وياك، مو هالنواب المجلس الحالي، النواب على طول التاريخ بكل المجالس يعملون، ولكن وين اللي يتحمل المسؤولية؟ وين صاحب القرار؟ وين اللي هو المسؤول في النهاية أمام الجميع؟ هو السلطة التنفيذية. فبالتالي أنا أعتقد يعني هذه القضية إذا لم يتدارك المشكلة راح تتفاقم. ليش؟ لأن الحكومة عندها خطة تنموية طموحة. إذا كانت القيادات المنفذة لهذه الخطة دون القدرة والكفاءة في تنفيذ هذه الخطة ما راح يصير إنجاز. فبالتالي الخطة كأنه في أنت ناقم يعني على المناصب أن يمكن رشحت ناس ما نشوفها. أنا أبدا إلى الآن يعني لا رشحت، ولكن أطالب ولا يعني يعني أنا واضح وصريح ما أقول يعني أطالب دائما أن لازم تكون مبدأ تكافؤ الفرص موجود. ممتاز. لا يعني نهمش أي فئة، لا نهمش أي جماعة، يجب الجميع يأخذ فرصه، ولكن بوجود الشروط الموضوعية والشروط الشخصية والشروط القيادية في الشخص. زين؟ هذا شيء مو موجود. ولذلك لما إحنا نطالب من هذا الباب أن نعم أنا أقول أنت اليوم ما تقدر يعني تهمش أي فئة، ما تقدر تهمش أي جماعة، ما تقدر تهمش أي يعني جماعات سياسية عاملة على الساحة السياسية. لازم يتمثلون في المناصب بحيث يكونون جزء من إيش؟ من القرار السياسي، من القرار الإداري. ولكن إحنا نقول دائما اخذ الشخص هذا حط له الشروط أن يكون كفاءة، يكون خبرة، يكون يقدر أنا ينجز. أوكي أنا ممتاز أن أنت قاعد تذكر في هذه، لكن أنا قاعد أحاول أقيس أن أنت قلت أن الحكومة استنفذت فرصها، لكن اللي الكلام اللي قاعد تتفضل فيه هو سياسة عامة. إيش السياسة؟ السياسة العامة مسؤول عنها سمو رئيس الوزراء. نعم. قاعد يعني كأنه قاعد تشير أن أنت ممكن تكون أحد خياراتك أن تسجل سمو رئيس الوزراء. يعني شوف هو بعض مرات خلينا نكون صريحين. لا واضح أنا بعض مرات يعني الاستجواب مو الحل حقيقة. أنت تبي تحل واقع سياسي. تراجعت كأنه لا ما استنفذت خياراتك، كأنه رديت لي ورا الأمور. لا لا مو هي مسألة تراجع. يعني هل استجواب رئيس الحكومة في ظل هذه الظروف الإقليمية والظروف المحلية هي المخرج لحل المشاكل، أو هي المدخل لمزيد من التأزيم ومزيد من المشاكل وعدم الاستقرار؟ أنا أعتقد إلى الآن يعني الذهاب مباشرة إلى رأس القرار السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الحكومة في ظل وجود أدوات أخرى نستطيع أن نمارسها، أنا أعتقد هذا يعني غير مقبول سياسيا اليوم. لكن هل أنت راضي عن أداء سموه بعيدا بمعزل عن الوضع الإقليمي؟ يفترض هو غير راضي. ليش؟ هو غير راضي؟ يفترض، أنا أقول يفترض غير راضي لأن طموحه أكبر، طموحه أنه يحل مشاكل البلد. تصريحاته تدل أنه
يعني في قضايا وإحنا نتحمل المسؤولية، وأي وزير غير قادر على الإنجاز على أنه يترك. هو في يعني حسب معلوماتي في آخر اجتماع مع الوزراء طلب أن أي وزير لا يستطيع أن ينجز، لا يستطيع أن يواجه، ولا يستطيع أن يصعد المنصة في حالة الاستجواب عليه أن يترك. هذا مؤشر أن أنا غير راضي عن أدائكم، وبالتالي عليكم تحسين الأداء السياسي وتحسين الأداء التنفيذي وتحسين الأداء الإداري، بحيث أن أستطيع أن أقول أنا عندي حكومة إنجاز، عندي حكومة قوية، عندي حكومة متماسكة. الآن بوجهة نظري لا يستطيع رئيس الحكومة أن يقول عندي حكومة إنجاز. ليش؟ لأنه ما في إنجازات حقيقية. نعم في يعني هنقول في بعض الجوانب في بعض المؤشرات، ولكن هذه المؤشرات غير كافية، نحتاج مؤشرات حقيقية. يعني أعطيك مثال، يعني بس إنه ولو المثال تكرر والكل يعني مل يضرب، خذت الأستاذ جابر. هل يعقل دولة 12 سنة لا تستطيع أن تهيئ، أنا ما أقول أستاذ أقول ملعب كرة قدم، يعني حتى مع وجود عيوب مع وجود المشاكل يفترض هناك زمن محدد خلال سنة الوزير المختص يهيئ الأستاذ أو يتوكل على الله. وأنا بلغت لوزير الشباب وقلت له وراح أقول له مرة ثانية أن هذه القضية إذا خلال سنة ما ننتهي منها معناته في مشكلة، مو معقولة. حتى الدول النامية، الدول اللي ما عندها القدرات المالية والهندسية والفنية بالكثير تأخذ 3 سنوات. لا يعقل 12 سنة لا نستطيع افتتاح. أوكي، بس ما أدري أنت إذا ربطت الاستجواب بالوضع الإقليمي ما تشوف ان هذا يمكن يعني راح يعطل المسائل السياسيه يمكن لسنوات؟ لان الوضع ملتهب. شوف الفتره السابقه في المجلس هذا في الدور الانعقاد الاول المسائله كانت موجوده، في كان استجوابين لرئيس الحكومه، في انا شخصيا قدمت استجواب لوزير التربيه والتعليم العالي، الاخ تميمي قدم استجواب لوزير المواصلات، فما عطلنا. ولكن أنا أقول لك الظرف الإقليمي قاعد تتعقد يوم عن يوم أكثر. اليوم هناك يعني عمليات عسكرية، هناك أحداث أمنية قاعد تتقرب شيء فشيء إلى دول الخليج، وهذه من الأشياء أنا أعتقد أن يعني الدور اللي يلعبه اليوم دول الخليج في القضايا الدولية والإقليمية قاعد يلعبون دور أكبر من حجمهم، وهذا الدور هذا قاعد تحملهم ضريبة سياسية عالية وكلفتها عالية في المستقبل. يعني أنت تخيل طيران البحريني قاعد يضرب العمق السوري، وين رايحين احنا؟ هذا تضم تحالف دولي يعني ما يخالف، بس وين البحرين بروحهم عندهم مشاكل داخلية وعندهم يعني عدم توافق مع المعارضة وعندهم أزمة أمنية واجتماعية داخلية ممتدة من 4 سنوات قاعد يتحركون إلى خارج البحرين، هذا شيء مو مقبول. اليوم بعض دول الخليج على رأس المملكة العربية السعودية قاعد يطالبون في تغيير النظام في سوريا، تغيير النظام بالعراق، تغييرات في اليمن. أنا أعتقد احنا وبعدين اذا احد يتكلم عن دول الخليج او عن الكويت نقول لا تتدخلون في الشؤون الداخليه للبلدان، يا سلام، انتم قاعد تتدخلون في كل العالم، في ليبيا وفي مصر وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل دول العالم. واذا احد انتقد دول الخليج او الكويت او خصوصا المملكه العربيه السعوديه يقول لك لا تتدخل في القضايا الداخليه. لا لا، حتى الكويت يعني ما نسمح ان احد يتدخل في شان داخلي او ينتقد شان داخلي. ايضا هذا يقاس على الامر على دول اخرى، يعني ككويتيين هل يفترض ان احنا ما نتعدى، ما تشوفنا ما المفروض ما نتعدى على دول اخرى؟ هو المفروض هذا واقع اخر، علما ان السياسه الخارجيه الكويتيه اكثر حكمه من كل دول الخليج والدول العربيه. احنا على الاقل الى الان عندنا مسافه من الحياديه ومن المسافه من التوازن السياسي والدبلوماسي الخارجي افضل من بقيه كل دول الخليج، وهذا يشاد يعني بالنسبه لنا. ولكن اتكلم كمجموعه خليجيه في النهايه هذا الوضع يعني
كلفته السياسية عالية جدا في المستقبل، يدفعون ضريبة كبيرة، والأيام يعني راح تكون فيها مفاجآت كثيرة. لا بس هو كانت حرب على الإرهاب اللي صارت، يعني هذه خاصة تدخل التحالف الدولي الأخير اللي دخلت في دول عربية ومن ضمنها دول خليجية نتيجة لامتداد الخطر الإرهابي، فدول الخليج يعني لدرء المخاطر شاركت في هذا التحالف. هو شوف الحرب على الإرهاب لا يأتي فقط من ناحية السلاح والقوة. الإرهاب الموجود الآن هو إرهاب الفكري، عندنا مشكلة بالفكر السياسي، عندنا مشكلة بالفكر الديني. هذه الدول الخليجية ما قاعد تحاربها، تحاربها من وين؟ تحاربها من خلال تغيير وتعديل المناهج التعليمية والدراسية، تحاربها من خلال المساجد ودور رجال الدين والخطب ودور يعني الموجهين، من خلال الجامعات، من خلال الإعلام، بحيث أنه يكون هناك نوع من التعايش، يكون نوع من التفاهم، نوع من التعاون. هذا الجو السياسي غير موجود ترى، ولذلك الفكر الإرهابي السياسي الديني قاعد ينتشر. ليش؟ لأن ما في مواجهة حقيقية. هذا أنت ما تحارب الفكر بالقوة، تحارب الفكر بالفكر، تحارب التوجه هذا من خلال التعليم، من خلال الثقافة، من خلال الإعلام، من خلال العمل الاجتماعي، مؤسسات المجتمع المدني. هل هذه السياسة موجودة؟ وعلما لكل هذه القضايا وجهت لوزير الإعلام أسئلة فيها، وجهت لوزير التربية أسئلة فيها، وجهت لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيها، وجهت لكذلك وزير الوزراء المعنيين في هذه القضية. ليش؟ لأن هو أصل المشكلة هي هذه القضايا. إذا استطعنا أن نتعايش من ضمن في إطار الدستور وإطار القانون، هني تغلبنا على الإرهاب وتغلبنا على المتشددين وعلى التكفيريين. بالحديث في خلاف هذا أنا أعتقد الوضع راح يسوء في المستقبل. أوكي، في ظل الحديث على الوضع الأمني، يعني ما تشوف أن اليوم يعني خاصة مع في ظل الخطر المتنامي اللي أنت تقول وخطر الإرهاب المنتشر، مو أنا أقول هذا واقع، هو واقع. أوكي، واقع ودليل في تحالف دولي اليوم. نعم، ما تتوقع أبو مهدي أن اليوم آن الأوان لإقرار الاتفاقية الأمنية، وخاصة أن يبدو أن هناك توجه حكومي لإقراره في دور النقاد الحالي أو القادم؟ هذا تتوقع أنه لازم أن تقر هذه الاتفاقية الأمنية؟ لا والله، أنا بالاتفاق خاصة دول الخليج إحنا اليوم قاعد نحصن نفسنا يعني. لا لا لا، هو نرجع إلى نفس الموضوع. الاتفاقية الأمنية هي مدخل للتأزيم أكثر من الانفراج. الاتفاقية الأمنية لضمان الحكومات الخليجية اللي بعيدة عن الديمقراطية والحرية أكثر من ضمان شعوبها وضمان المنطقة. يعني عملية تبادل المتهمين بحد ذاتها هذه جريمة إنسانية، جريمة إنسانية، ولا دستور في العالم ولا اتفاقية. قوانين، احنا قوانيننا ما تسمح يعني، حتى قوانين ما مفروض كل قوانين العالمية، لأن دول الخليج موقعة على قوانين حقوق الإنسان، قوانين الحريات، قوانين مؤسسات المجتمع المدني. فكيف يتم تبادل مجرد اتهام؟ الجانب الأمني، تعزيز الجانب الأمني، الجانب الأمني. المشكلة الحين اليوم بالخليج هي مشكلة مع المعارضة إن صح التعبير، هل هي مشكلة أمن وسلاح أو مشكلة مطالب وإصلاحات؟ هي مشكلة مطالب وإصلاحات سياسية حقيقية يجب أن يتلمس المواطن. هل يتلمس المواطن الخليجي اليوم أنه في هناك إصلاحات سياسية حقيقية في المملكة؟ أبداً. هل يتلمس المواطن أنه في إصلاحات سياسية اجتماعية حقيقية في البحرين؟ أبداً. هل يتلمس أن في إصلاحات سياسية في بقية دول الخليج؟ ما في هذا الشيء. نفس الأنظمة اللي كانت في القرن الماضي بنفس الأسلوب السياسي وبنفس العقلية وبنفس الكذا قاعد يدار. أنا أعتقد آن الأوان أن تكون هناك إصلاحات سياسية، إصلاحات حقيقية في على أرض الواقع، نشرك يعني نخبة المجتمع من من أوكي. من السياسيين ما تشوف حل في القرار السياسي، ما تشوف أن هذا حل للوضع الأمني لكل الاتفاقية الأمنية؟ طيب إذا جت الحكومة اليوم يعني وخاصة يعني ممكن تستعمل نفوذها، وخاصة أن الكلام يقول لك أن الحكومة لديها أغلبية مريحة داخل مجلس الأمة وأرادت إقرار الاتفاقية الأمنية، أنتم شنو دوركم بالحالة؟ يعني احنا دورنا واضح. اول شيء لما كنت رئيس لجنه الشؤون الخارجيه، وحتى لما كنت مقرر رئيس الخارجيه، احنا قدمنا تقريرنا، والتقريرنا واضح ان هذه الاتفاقيه مخالفه للدستور، مخالفه للشرع، مخالفه للفكر السياسي، وبالتالي لا تصلح هذه الاتفاقيه ان
نوقع عليها ونعتمدها من مجلس الأمة. يأتي الآن مسؤولية ثانية، يأتي مسؤولية الإعلام، الرأي العام المحلي والضغط السياسي، ومسؤولية أعضاء مجلس الأمة. أي عضو أنا أعتقد يقبل في هذه الاتفاقية هو يتحمل مسؤولية رأيه. لكن لا، شنو دوركم مع الحكومة؟ احنا راح نوقف ضد هالاتفاقية ونشوف التوجه العام. يعني أكيد لكل حادث حديث، ولكن هاي بالتالي اتفاقية. هل تعتقد أن الاتفاقية ممكن تكون مدخل لحل مجلس الأمة وافترق طرق؟ إذا صار صدام وعدم توافق في المجلس ممكن يعني، ولكن هل الآن من المصلحة حل مجلس الأمة؟ أنا ما أعتقد اليوم من المصلحة حل مجلس الأمة. لا يعني أن هذا المجلس الأمة مثالي، ولكن أن حل مجلس الأمة الآن غير مو لصالح البلد. أنا أعتقد اليوم يجب أن نحافظ على هذا الاستقرار السياسي، نتجه لبعض الإنجازات، نتجه لبعض الإصلاحات. هذا هو يعني في الوقت الحاضر. أوكي. أيك مرة ثانية أيضا في ما يحدث وفيما يجري في الحكومة والشأن المحلي. يعني أول شيء أنت ماضي على خطة التنمية، واليوم الحديث على خطة التنمية وأن الميزانية نحطها تتوافق مع خطة السنوية وغيرها. عندنا خطة تنمية، وهل أنتم راضين عنها كنواب؟ هي الخطة التنمية يجب أن تحول إلى قانون، فبالتالي إلى الآن ما اعتمدت. بس هل راضين؟ يعني هذه الخطط يعني تم تجديدها في كل دور انعقاد. إحنا راضين عن الخطة إذا كانت خطة قابلة للإنجاز وعندنا القدرة على الإنجاز. أرجع للمقدمة، قلت هذه الخطة بحد ذاتها اللي قريتها بالسابق خطة طموحة، خطة تتطرق إلى جميع قضايا البلد، جميع مشاكل البلد، وفيها كثير من مشاريع وإنجازية تخدم البلد. بقناعتي أن يعني القدرة الإدارية اللي مفروض تنفذ هذه الخطة دون المستوى، ما عندها الكفاءة، ما عندها قدرة، لأنه هو أصلاً جاي بطريقة واسطة ومحسوبية، ما يقدر يعني، ما عنده القدرة الإمكانية. مو مؤهل، هو مو مؤهل لتنفيذ هذه الخطة. نعم، في بعض الجوانب يجب أن يعني نستعين بشركات أجنبية، يعني مؤسسات خارجية لتنفيذه، لأن الجهاز الحكومي ما يقدر. الجهاز الحكومي فشل ذريع لحل مشاكل بسيطة. ولما تم استخدام، وأنا أعطيتكم مثال جامعة جابر. ممتاز. بس هذه لما في دور الأنقاذ الماضي لما تم استجواب وزير التنمية، ليش وقفتوا موقف الضد في ذاك الوقت؟ نعم، ليش وقفتوا موقف الضد في ذاك الوقت؟ وزير التنمية هي المنفذة للتنمية، هي مو منفذة للتنمية. وزيرة التربية دورها أن تأخذ خطة الوزارات وتصيغها صياغة دستورية وقانونية تنموية وتقدمها للتنفيذ على بقية الوزارات. فمن يسائل في التنمية مفروض؟ كل يعني حسب يعني التوجه، يعني التنمية جانب تعليمي، وزير التعليم جانب الصحي كذا، ولكن في النهاية اللي يتحمل خطة التنمية هو رئيس الحكومة، لأنه هو على رأس جهاز التنفيذي للبلد، وهو يعني صاحب القرار الحقيقي في البلد. أوكي. في حديث آخر مهدي اللي صار على خلفية سحب التجنيس، إيه؟ سحب الجناسي، وأيضا البعض يقول أن الملف لا يزال وفي إعداد أن يتم سحب المزيد. ناس تقول لا والله تم هناك ضغوط وتم إيقافه. يعني وجهة نظركم أنتم كنواب مجلس الأمة، يعني خاصة مجلس الأمة، يعني ما تفاعل على مستوى الحدث؟ يعني هل هناك هذا تأييد للسكوت علامة الرضا عن أداء الحكومة في هذا الملف، أم أن هناك شيء آخر يحضر يمكن نبي نتكلم منه بشيء بالتفصيل؟ خاصة أنك في يوم من الأيام كان هناك اعتراض على سحب الجناسي. نعم. هل لا يزال هذا الاعتراض موجود؟ لماذا تغير؟ لماذا السكوت في الوقت الحالي؟ رأس منك الجواب، لكن بعد هذا الفاصل. أعود لكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الحوار مع عضو مجلس الأمة النائب صالح عاشور. ومادي سألتني قبل الفاصل على قضية سحب الجناسي. نعم. والبعض يعني يلوم مجلس الأمة، يقول لك إنه ما تفاعل على مستوى الحدث. يعني هل أنتم مؤيدين، معارضين؟ وين رأيكم في هذه القضية؟ يعني شوف، هو قضية سحب الجناسي، أنا أقول لا أحد يفرح في السحب الجنسية، لأن إذا اليوم أنت تضحك باكر راح تبشي، وهو سلاح ذو حدين.
المشكلة في جانبين، جانب سياسي وجانب قانوني. أوكي. من الناحية السياسية أنا شخصيا أقول أكبر خطأ سياسي استعمال هذه الورقة سحب الجنسية. إذا أنت تشوف أن استعمال سحب الجنسية هذا خطأ وقعت؟ أنا أعتقد أن سحب الجنسية من الناحية السياسية بشمولية، أنا ما أتكلم عن حالة معينة، بشمولية هذا خطأ سياسي، لأنه هي يعني قضية إعدام سياسي وإعدام اجتماعي لشريحة من المجتمع. ولكن هناك جانب قانوني، إحنا عندنا قصور في قانون الجنسية، ولذلك قانون الجنسية يجب أن يتعدل. التعديلات اللي يفترض تدخل على قانون الجنسية بحيث تحمي الكويتي من قضية سحب الجنسية. هو أخطأ، أكو قضاء، سواء تقدر تعاقبه من ناحية القضاء أو تقدر يعني تعاقبه حتى إداريا، مو شرط القضاء ترى. ولكن عمومية قانون الجنسية اللي وضع قبل الاستقلال 59 ها أعطى صلاحيات كبيرة للحكومة في تفسير بعض المواد، وحق في إيش؟ في سلب المواطنة من بعضها. هو هما الآن في الفترة الحالية ما سحبوا جنسية من كويتي بصفة أصلية أو بصفة تأسيس، سحبوا جنسية أو أسقطوا الجنسية من متجنسين، وهذا الحق وين يعطيه؟ القانون يعطيه. أنا أقول أعتقد أحمد جبر استخدم هذا الحق لأنه تتخذ نفس الشيء الوضع الأمني كان متجنس، مهم بالتالي متجنس، يعني قانون الجنسية يعطي الحق للحكومة في السحب. أنا أقول التعديلات اللي يجب أن تدخل على قانون الجنسية أن من تعطيه الجنسية بالأساس الشروط للتجنيس يجب أن تكون متوفرة فيه. إذا توفرت شروط التجنيس بالشخص بعد ما تعطيه الجنسية انتهى، خلاص يصبح كويتي إلى أبد الآبدين. نعم، يأتي الآن جوانب أخرى، حتى لو الخيانة العظمى في كل العالم، في أيام الحرب العالمية الثانية بين الفرنسيين والألمان، في كانوا فرنسيين متعاونين مع الألمان، أوكي، حاكموهم بإيش؟ تهمة الخيانة العظمى، انتهوا إلى إعدام وإلى سجن المؤبد. ولكن صفة المواطنة ما تقدر أنت تنتزعها منه، هو بالتالي فرنسي ولكن أخطأ بحق إيش؟ فرنسا. هو كويتي أخطأ بحق إيش؟ بلده الكويت. هل اللي تم سحب جناسيهم أخطأوا بحق الكويت؟ أنا أقول أخطأوا، بس شنو هي العقوبة؟ هل هي العقوبة سحب الجنسية؟ يعني تشوف أنهم أخطأوا ولكن نعم أخطأوا بحق الكويت، ولكن وجهة نظري. إنزين، ويمكن أنا من أي ناحية أخطأوا؟ يعني من ناحية السياسية، من ناحية تقليب الرأي العام على الوضع السياسي وعلى التوجه العام للدولة وعلى عملية الاستقرار السياسي في البلد. ولكن هل الجزاء هذا هو الجزاء؟ أنا أعتقد الجزاء كان الحكومة عندها أدوات كبيرة بما فيها حتى إغلاق القناة، خلينا نقول الفضائية المملوكة لأحد يعني الأشخاص، كان عندهم هذا الحق بدون سحب الجنسية. ليش؟ لأن تضر المصلحة العامة، والمصلحة العامة هي فوق كل شيء. فاليوم إذا تم سحبه من فئة ممكن تسحب من فئة أخرى، كما كانت بالسابق في فترة من فترات حكومة سحبت ناس الجنسية، ولكن هل هي كانت حل؟ أنا أعتقد ما كانت حل. نرجع الآن، هل هو الجنسية حل الحالة السياسية والوضع السياسي في البلد والأمني؟ لا، أكيد مو حل. بس أوكي، فبالتالي يجب أن نستخدم الحلول الأخرى. وين دوركم كنواب هالحالة؟ لا، أنت إحنا نسأل، إحنا قلنا إحنا هل الجانب النائب ممكن نائب يتحرك في هذا الجانب؟ هل هي مخالفة للقانون؟ أنا أقول لك مو مخالفة للقانون. هل هي من ناحية سياسية من حق هذا؟ أنا أقول لك رأي سياسي، هذا رأي سياسي، بس هذا حق موجود بالمواد القانون يسمح. الشيء الآخر، اللي اعترضوا على سحب الجنسية هم أخطأوا أو خطأ كبير في فترات سابقة، هم طالبوا الحكومة في سحب الجناسي من بعض الأشخاص، فهذا الموقف ما يشفع لهم الآن. ليش؟ لأن أنتوا كنتوا سبب، من كان يفترض أن تقومون في تعديل مواد الجنسية الكويتي بحيث لا يحق
للحكومة، لا تحق للحكومة سحب جنسية من أي مواطن بعد إعطائه. طيب. لأن كل الشروط منطبق عليه. طيب. أنت في وقت لما كنت بالسلطة وكنت صاحب قرار طالبت من الحكومة سحب جنسية من بعض الأشخاص. اليوم الحكومة استخدمت نفس السلاح ضدك. هني يأتي وين؟ هني يأتي الرؤية السياسية والمصلحة الوطنية. البعض لما يقول أن لازم نطالع المصلحة الوطنية، مو اليوم أنا المصلحة الوطنية والظرف السياسي تساعدني فأكون قوي وعنتر على الآخرين. ممتاز. لا أنا أعتقد بعض النواب قال، أو حتى شخصيات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية قالت أن هذا الإجراء هو إعادة هيبة الدولة. هل تتفق مع هذا الكلام؟ إعادة صحيح إعادة هيبة الدولة مو بالنسبة لواقع سياسي ها والوضع السياسي اللي نعيشه. ردت هيبة الدولة بالنسبة للشريحة كبيرة من الكويتيين هذين المتجنسين وعندهم رأي زين بالوضع السياسي، ولكن في مقابل سحب الجنسية لا يستطيعون أن يكون عندهم رأي سياسي لأن أمامهم عصا غليظة تسلب منهم المواطنة الحقيقية. يعني سحب الجناسي خلى المعارضة تهدى؟ مو كل المعارضة، جزء كبير من المعارضة نعم، وهذا هو الواقع السياسي. لأن الكلفة جدا عالية، يمكن البعض يتحمل، الشريحة الأكبر لا يتحمل، لأن هذا بالنسبة له مو كشخص، كأسرة، كأولاد، كأحفاد، لا يستطيع مواجهة يعني مزايا اللي تمتع فيها لما كان عنده جنسية الكويتية. فبالتالي هو مضطر ها أن لا يمارس فكرة سياسية ومطالبة سياسية في ظروف مثل هذه الظروف، ما يقدر. واللي يقدر أنا أعتقد أعدادهم قليلين. أوكي، لما أنت صرحت أعتقد في شهر 8 وتكلمت على 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 الجناسي، قلت في جناسي وزعت أعتقد 200,000 اللي قلت شنو جاس كان. نعم الآن. نعم. وأذكر في أول حلقة بدينا فيها كانت نائب المستقيل صفاء لاشم تكلمت قالت ما أدري صرح على تصريح لكن وينك أنت باستجوابي ما وقفت معي. طيب هل فعلا في جناسي بهالحجم منحت 200,000؟ أنا متى وعلى أي أساس؟ أنا أعتقد يعني هناك بعض كما يطلق عليهم متنفذين أو أصحاب القرار خلينا نقول قاموا بإعطاء جنسية بدون ضوابط قانونية موجودة في قانون الجنسية. والأعداد يعني لا تقل عن يعني تتراوح، أنا قلت في وقتها تقريبا 200-250,000 لأن حسب الإحصائية بعد التحرير عدد الكويتيين 650,000 زيادة عدد السكان كمتوسط العالمي من 2-3%، فبالتالي راح نزيد سنويا من 100-130,000. لو تحسب اليوم كان مفروض عدد الكويتيين أقل من 1,000,000 يعني حوالي خلينا نقول 1,100,000 تقريبا 130، اليوم الكويتيين 1,400,000 بمعنى ان في 350,000 تم تجنيسهم من بعد التحرير الى الان، في 70,000 منهم زوجات كويتيين وفي حوالي 10 أو 20,000 ابناء الكويتيات، فبالتالي في متجنسين في حدود 250,000. هل كلهم تنطبق عليهم شروط الجنسيه؟ انا اقول لك اعداد كبيره منهم ما تنطبق، تم اعطائهم جنسيه بدون وجه حق. وهذا الشيء أصدرت المحكمة حكم من المحكمة، وأنا وجهت سؤال للأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. المحكمة طالبت وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للهجرة والجنسية والحين إدارة الإقامة الهجرة أن تشكل لجنة تحقيق، وتم إصدار حكم بالسجن على 8 موظفين في الإدارة ذاتها. أوكي. والتحقيق جاري وتم الوصول إلى بعضهم، وشفنا فترات تم سحب بعض الجناسي. أوكي. لهذه الأسباب تم إعطائهم جنسية بدون حق، وهذا يتحملها السلطة طبعا. ويجب أن أنا أقول لك دور الحكومة أن يعاقبون اللي قام بإصدار وإعطاء الجنسية الكويتية لمن لا يستحقها، في حين من يستحق الجنسية ها ما قاعد يحصل الجنسية، سواء كانوا عسكريين او كانوا موظفين قدامى في شركه النفط. طيب وين أو وين, وين اولويه البدون اللي انت كانت عندكم قبل، وين راحت؟
اليوم حتى التعليم ومنع البدون والتعليم طلعت لنا كتاتيب. والله كلامك عين الصواب. هل البدون من أولية المجلس؟ أنا أقول بكل صراحة ووضوح لا في هذا المجلس ولا المجلس اللي قبله ولا اللي قبله. كل المجالس اللي أنا دخلت فيها من 15 سنة البدون ما كانت أولوية. وبعض النواب للأسف الشديد كلامهم للإعلام والصحافة غير، وفي داخل اللجان شيء آخر. البدون ليس يتاجر بالقضية يعني؟ نعم يتاجرون بالقضية؟ يعني مضطر بعضهم سياسي، السياسي صاحب مصلحة يسوق الكلام يتكلم، بس هل هو على أرض الواقع يعني تبنى هذه القضية تبني حقيقي كما تبنى قضايا الأخرى؟ أنا أقول لك ما في، مو أولوية أعضاء مجلس الأمة. وهذا خطأ أنا أعتقد، يعني هذه القضية مو جانب السياسي وجانب الانتخابي لا، أنا أعتقد جانب الأمن الوطني. إذا إحنا كنا نفكر في الأمن الوطني الحقيقي هذه القضية يجب أن تحل، تحل بصورة عادلة جذرية بحيث لا نبقص الناس حقوقهم. من يستحق يجب أن يأخذ الجنسية، ومن لا يستحق يجب أن نبحث عن حل يعني يرضي ونحافظ على أمن الوطني وأمن الداخلي ومصلحة البلد. أنا أعتقد كل ما نتأخر في حل هذه القضية راح ندفع ضريبة عالية، وراح تفرض، أنا وقلتها من زمان، راح يجي يوم تفرض علينا حلول خارجية لقضية البدون مضطرين لقبولها وضريبتها عليه على الحكومة. أوكي، فهل ممكن أن يعني في قضية البدون أيضا في قضية تعديل قانون الجنسية يعني سحبها مثلا ما يترتب عليه سحب الأبناء مثلا، خاصة إذا كان السحب مثلا لأسباب مثلا أمنية مو لأسباب تزوير وغيره. ممكن يتم تعديله، ممكن على الأقل يتم تعديل حق التقاضي أن أنا أروح المحكمة أتظلم. نعم في ممكن توجهون تقدمون اقتراح في هذا التعديل؟ قدمنا مو اقتراح، قدمنا قانون في هذا المجلس سقط. زين، وانا من اللي تبنيته اليوم المحكمة سقط في اللجنة، سقط بالتصويت تحت قبة البرلمان. اليوم 4 قضايا لا تحق للمحكمة الإدارية النظر فيها. دور العبادة، قضية الإبعاد الإداري للمقيمين، قضية الجنسية. احنا قدمنا ان هذا الحق اللي للأسف هذا القانون وضع في مجلس 1981 في 1981 بعد إعادة مجلس الأمة تم استثناء هذه الحالات من القضاء الإداري. في المجلس الحالي قدمنا تعديل أنه يحق للفئات الأربعة أنه يروحون يرفعون قضايا في المحكمة الإدارية أو في المحكمة الكلية يثبتون حقهم. لم يعني حصل على الأغلبية لإقرار هذا القانون، وأنا أعتقد هذه يعني خلينا نقول ملاحظة سلبية على هذا المجلس، لأن أنت بالتالي بما أنك تؤمن بالقضاء وتؤمن بعدالة القضاء وهذه القضية فيها خلاف الآن، والطرف الآخر ما أعطيناه الحق الدستوري والقانوني انه يدافع عن نفسه يبين ان هذه الاجراءات او سواء الابعاد الاداري او موضوع الجنسيه او موضوع دور العباده ان الجهه التنفيذيه كانت على خطا، وبالتالي هذه الاثباتات اللي تفند وفي جهه هي اللي تحكم بهذا الجانب. انا اعتقد وان شاء الله راح تكون عندنا محاولات. أوكي. ان شاء الله انا اعتقد تكون محاولات ان نعيد هذا الحق للمواطن او للشخص المقيم انه يلجا الى المحكمه في هذه القضايا في حال سحب جنسيته. يعني في 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 ايضا يعني كلام كثير ايضا في 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 قضيه اليوم قاعد تطرح يعني بين حين واخر انه في كلام على مصالحه وطنيه. يعني وجهة نظركم في المصالحة الوطنية، هناك تمت مفاوضات مثلا كتيارات سياسية، أنت أيضا في تيار سياسي، نعم، هل كتيار سياسي أم كنائب في البرلمان سمعتوا عنها، وهل هناك فعلا مصالحة مجرد كلام يعني؟ لا أكيد، يعني سمعنا عن مصالحة سياسية، وسمعنا عن وجود خطوات، وسمعنا عن اجتماعات حصلت، لم يتم التوافق على المصالحة السياسية لاختلاف وجهات النظر في هذه المصالحة. لم يتم التوافق عليها. لم يتم التوافق. أول شيء يعني إحنا لازم نعرف الأصل أنها تكون هناك تعايش.
بين كل التوجهات وكل الأطراف وتكون حالة من التعايش في إطار الكل متفق عليه وهو إطار الدستور وإطار القانون، وإن اختلفنا ففي قانون الدستور. هذا الإطار يجب أن نؤمن فيه. الجانب الآخر، لا أي طرف لا يعتقد أن دائما الحق معه. العملية السياسية وعملية المصالحة الوطنية يجب أن تكون هناك تنازلات. إذا أنا بتشبث برأيي وأنت بتشبث برأيك وأنت ما تبي تتنازل وأنا بتنازل، هذا مو عملية سياسية. السياسي اللي يشوف اليوم مدى قدرته في تحقيق هدفه، يقدر يحقق هدفه كان بها، ما يقدر إذا العاصفة أقوى منك لازم تنزل رأسك شوية وتقدم تنازلات بحيث يكون هناك نوع من المصالحة الوطنية. تتكلم عن المعارضة إن يقدم تنازلات، بس يقال إن إذا في تمت مصالحة على حساب المجلس الحالي إنه يحل وتصير انتخابات ثانية، تعيدون التوجه؟ شوف، مصلحة البلد أكبر من مصلحة الحكومة ومصلحة المجلس. خلي تصير مصالحة وطنية، ما عندنا مشكلة مع المجلس. هذا المجلس إذا صارت مصالحة عادي ينحل المجلس؟ لا مو معنى ينحل المجلس، يعني منو أكبر، الوطن أو المجلس؟ الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي ولا مجلس الأمة؟ لا، الوطن أهم والاستقرار السياسي أهم والمصالحة الوطنية أهم، ولكن إذا يكون هناك توافق حقيقي. أما أن أنا أقول شروطي ما أتنازل عنها، هذا رأيي، كيفكم؟ لا، ما راح تحصل لا مصالحة وطنية ولا راح تحصل شروط، وأنت قاعد تعيش في حلم، وهذا الحلم في هذه الفترة الزمنية لا يتحقق بدون وجود تنازلات. قضية واضحة ورسالة وصلت. وبالتالي من يريد المصالحة السياسية ما يطالع مصلحته، ما يطالع مصلحة جماعته، يجب أن يطالع مصلحة الوطن. مصلحة الوطن في ظل هذا الظرف الإقليمي، في ظل هذه الخلافات السياسية، في ظل عدم الاستقرار في المنطقة وحتى في البلد، أنك تقدم تنازل. أيد مشاركة. أما بتقول أنا وما بعد الطوفان وهذا الصح، لا، أنت ما يصير فئة معينة كل الحق معك والآخرين ما عندهم حق. كما أنت عندك وجهة نظر ويجب أن تحترم، الآخرين عندهم وجهة نظر يجب تعرف. وفي نفس الوقت أنت لازم ما تهمش أي فئة أو أي جماعة. جزء من مشكلة بعض رموز المعارضة قاعد يهمشون فئات المجتمع، أن هذيلي غير مرغوبين وهذيلي هم قريبين من السلطة أو أدوات السلطة. هذا مكمن الخلاف، وهذه مشكلة اللي ما راح يعني تحقق. أي طبعا، وهذا راح يكون سبب رئيسي أنه ما راح يحققون شيء. اليوم كم سنة الحين؟ تقريبا 3 سنوات، عدل؟ ما راح يحققون إذا استمروا على نفس النهج ونفس المنهجية ونفس العقلية في التفكير السياسي. أنا أقول لك من الحين هذا المجلس راح يستمر، والمجلس القادم كذلك راح يأتي ويستمر، ويظلون يلعبون في دائرة مفرغة إن صح التعبير، ولا يصلون إلى نتيجة، وراح محلك يرجع إلى المربع الأول. في يعني الحادثة اللي تكررت ومهدي العام الماضي، خاصة احنا في بداية شهر محرم الحرام، وما حدث في اللي صار مع المواكب. نعم. تشوف ان يعني هل ممكن يتكرر هالسنة، خاصة في لجنة واللجنة توصلت الى ضوابط وغيره؟ وجهة نظركم في هذا الموضوع. يعني انا اعتقد اذا تكررت ما تعلمنا من الدرس، وهذه مشكلة كبيرة. يجب أن نتعلم. القضية اللي حصلت كانت تؤدي إلى مأزق سياسي وإلى مشكلة اجتماعية، فبالتالي إذا ما تعلمنا من ما حصل في شهر محرم من العام الماضي في يوم عاشوراء وتكرر لا سمح الله هذه السنة، أنا أعتقد ما نتعلم، وبالتالي لا نستحق أن يعني نكون في مثل هذه المواقع. المشكلة وين تقع؟ ان مجلس الوزراء شكل لجنه، مهمه اللجنه التحقيق في معرفه المتسبب في ازاله خيم عاشورائيه والمضايف في شهر محرم. اللجنه انحرفت عن هدفها ومسارها، نسيت المتسبب
ويابت ضوابط، وهذه الضوابط أنا أقولها من خلال التلفزيون مرفوضة جملة وتفصيلا. ليش؟ أنا أقول لك ليش. قانون يعني حط. لا أنا أقول لك ليش. إحنا أنت تبي تحط ضوابط عدل ولا لا؟ عدل. أنت بتحط ضوابط على الجميع ولا بتحط ضوابط على فئة معينة؟ بتحط ضوابط على الجميع. أنت قاعد تكلم عن خيم، أكو خيم العزاء، أكو خيم رمضانية ما شهر رمضان، أكو خيم المخيمات، ها؟ كل هذيلي ما لهم ضوابط، بس يا يملك ضوابط على خيم عاشوراء ومحرم مثلا. أنت شهر رمضان أنا وجهت سؤال رسمي لوزير البلدية، قلت أنت شهر رمضان كامل في خيم رمضانية وكثر الله أهل الخير والكويتيين والناس كانوا يتفطرون ويتسحرون، وهذا شيء جيد، احنا ما احنا ضد هالعمل. احنا سوينا بعد وكنا نفطر الناس زين كلجنة خيرية وكناس وساعدنا في هذا الجانب. كانت تمتد شهر كامل ومن أول المغرب الإفطار إلى جريب الفجر شهر كامل. اللجنة هذه شو مطلعة حق خيم محرم؟ شهر محرم مو شهر ولا أسبوعين، لك أسبوعين، إيش حق رمضان شهر محرم أسبوعين؟ هذا سؤال. ليش؟ ليش التمييز؟ الشيء الآخر، شهر رمضان من أول المغرب إلى أذان الفجر بالنسبة لخيم عاشوراء للساعة 12، يا سلام، أنت مسؤول عني ولي أمري، ساعة 12، المقاهي، المطاعم، للفير قاعدين بالكويت وطول السنة، والحفلات وكل هالأماكن ما لهم ضوابط وما يسكرون ساعة 12. مو كل الخيم عليها ضوابط ومادي؟ لا ما عليها ضوابط، أقول لك بس بيبون على خيم شهر محرم وعاشوراء. وذاك أنا أوجه كلامي للمجلس البلدي ووزير البلدية ورئيس الحكومة إن أقر هذا يتحملون مسؤوليتهم، لأن ليش ما مو من باب إنه والله بفزع لقضية محرم، لا، لأن إحنا ما نرضى بالظلم ولا نرضى بالتمييز ولا نرضى بأن الشيء غير دستوري وقانوني بس يتطبق على خيام شهر محرم. أنا أقول لوزير البلدية ورئيس الحكومة لو هذه اللائحة تطبق على خيام محرم يتحملون مسؤوليتهم السياسية، مو من باب إنه والله إنه ما أرضى، لا، من باب إنه في تمييز في قصور. هذا شهر رمضان ما الخيم كانت للفجر، ايش معنى محرم لساعة 12؟ ايش معنى ل شو يسمونه 14 يوم؟ ليش مو شهر؟ محرم شهر واحنا نقرا شهرين محرم وصفر اصلا. والخيم الربيعية المخيمات 4 أشهر بالبر يحطون وين ضوابطهم؟ بعدين شنو؟ روحي بموافقة الجيران، الله السلام، وين صارت موافقة الجيران؟ في أي مشروع خذوا موافقة الجيران؟ فلا يحطون شروط تعجيزية، لا يحطون لا يحطون كأنهم أوصياء علينا ومسؤولين علينا ومسؤولين، إحنا مسؤولين عن يعني هذه الجوانب وإحنا حريصين على مصلحة البلد. لا بس ما تشوف إنه يجب أن يعني تنظم يجب تنظم أنا أقول تنظم بمسطرة واحدة، تخلون كل الخيم في المناسبات ومع خصوصية بعض القضايا، أما تي كل الشروط صبها على خيم محرم وخيم عاشوراء وتنسى خيم رمضانية وتنسى المخيمات وخيم العزاء وخيم التبريكات وخيم المناسبات الأخرى تنساها كلها، بس هذه همكم؟ لا، هني نقول طفح الكيل، راح نوقف وقفة نبين أن هذا خطأ. لذلك حسناً يعني أنا أقدر دور وزير البلدية أن أجل اللائحة لمزيد من الدراسة، وكذلك رئيس الحكومة وصلنا له الرسالة أن إحنا مع القانون مع الضوابط ولكن بدون تمييز، حط الضوابط على الجميع. هم تيني تقول لي والله لك أسبوعين، ليش أسبوعين؟ محرم شهر تقول أسبوعين؟ يعني المراسم 13 يوم بالأخير، آه مراسم شهرين، ولكن أنا أقول لك معظمهم 90% أسبوعين وخلاص تنتهي، ولكن من يرغب أن يكمل؟ ليش تمنعه؟ في حين المخيمات ما تمنعهم، في حين خيام شهر رمضان ما تمنع. يا تجعل ضوابط على الجميع وقانون على الجميع، أنت حط ضوابط الخيم والمناسبات الدينية والاجتماعية،
حط لها ضوابط حق الجميع. أما تي ناس مات عليها ضوابط فقرتين حاطين للبقية وهني 12 فقرة، هذا شيء يعني يخجل وشيء مرفوض وشيء لا نقبله. وأنا أكرر أنا أقول كذا، هذا الشيء صار يتحملون مسؤوليتهم أخي إن شاء الله. هذا السبب كان في استجواب وزير البلدية السابق، هذا السبب. أتيون تكررون خطأ أفدح من خطأ السابق. أول شيء وين المتسببين؟ ما عقبتوهم ولا عرفنا منه، واللجنة تشكيلها لمعرفة أسباب والمتسببين في الواقع منو هذا وين؟ الشيء الآخر يبتوا ضوابط تمييز مخالف لأصل دستور حرية العقيدة مطلقة، ولا تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين. أوكي. زين إيش حد قاعد تميز؟ حط ضوابط على الجميع، ضوابط مقبولة، ضوابط قانونية. والناس ترى ما تبي تتصادم مع أي أحد، الناس بالعكس، الناس متعاونة إلى أبعد حدود، خصوصا المجالس. هم ينظمون السير وهم النظام، هم يحاولون يرتبون الأمور ويساعدون مع، واسأل وزارة الداخلية واسأل البلدية واسأل المسؤولين. بس أنت لا تفرض علي شيء أنت غير مقتنع فيه. أوكي مهدي، مرت الساعة معك بسرعة، ختاما يعني رؤيتك للمقادم، وإن خلينا نقول يعني إلى أين نتجه الآن؟ نعم، إلى أين نتجه الآن؟ يعني إحنا لازم نكون متفائلين، والتفاؤل يعني مطلوب. أنا أقول لك مثلا مجلس الأمة الحالي إنجازاته إلى الآن أفضل من إنجازات المجالس السابقة، ولكن هل هو طموحنا هذا؟ أنا أقول دون طموحنا، إحنا نطمح أكثر. حققنا بعض الأشياء للمواطن، نهاية الخدمة، حققنا موضوع التأمين الصحي للمتقاعدين، حققنا موضوع 30,000 مثلا للمواطنين، حققنا حق التقاضي في المحكمة الدستورية للقوانين غير الدستورية. هذه إنجازات كانت حلم. إني إلى جانب آخر، في إخفاقات، نعم عندنا إخفاقات. إلى الآن لم نستطيع نرفع من مستوى معيشة المواطن، لم نستطيع نتغلب على البيروقراطية، لم نستطيع عن موضوع تكافؤ الفرص والمناصب القيادية. هذه في المرحلة القادمة من خلال البديل الاستراتيجي، من خلال الأمور الأخرى إن شاء الله راح يعني نتغلب عليها. نأتي لمستوى معيشة المواطن. اليوم الحكومة متجهة إلى إلغاء الدعم على بعض الكذا. طيب، إذا إلغاء الدعم يوفر لك بالنسبة للديزل تقريبا 800 مليون، بالنسبة للكيروسين ووقود الطائرات والأعلاف والقضايا الأخرى فيما يعادل مليار وشيء، مجموع الدعم الحكومي 6 مليارات و700 مليون، تقريبا 7 مليارات، يعني 7,000 مليون. إذا كل هالأمور استطعت تلغي على الأقل نصفها، 3 مليارات خلينا نقول، إلى الآن مليار وكذا، إذا استطعت أن تلغي 3 مليارات دعم، ما يستحق المواطن زيادة علاوة الأولاد مثلا؟ هذا الدعم نستخدمه لزيادة، ليش؟ لأن هذا الدعم الديزل لفئة معينة لغرض معين، ولكن استفدت منه أن تعطي لجميع المواطنين زيادة في علاوة الأولاد، ترفع من مستوى المعيشة، تخفف من أعباءه وتساعده في حياة اجتماعية ومعيشية أفضل. هني استفدت من الدعم للجميع المواطنين. أما أنا ألغي كل هذا الدعم وفي نفس الوقت أرفض زيادة الأولاد، أرفض العلاوة الاجتماعية وعلاوة المعيشة، وأرفض كذا، وفي نفس الوقت بعض القوانين مثل ما تفضلت، مثل قانون الإيجارات يجب أن يتعدل. لا يعقل اليوم شقة مثلا أجارها غرفتين 700 دينار وثلاث غرف 1,000 دينار، وحطوا في بعض الإعلانات 1,200 في أحد المناطق، يقول على جبال مثلا ألب وعلى بحيرة جبال ألب تطلع أرخص أرخص. فأنا أعتقد حققنا ببعض الأشياء، عندنا طموحات، نعم عندنا طموحات ونتمنى أن نحققها في دور الانعقاد القادم بإذن الله. نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى أن فعلا تحقق ما تصبون إليه كنواب من رفاهية المواطن والاستقرار والأمن وغيره. مشكور بمهدي لتلبية هذه الدعوة لحضورك معنا، وإن شاء الله نلتقي في حلقات أخرى. مشاهدينا الكرام، الجزء الأول من هذه الحلقة انتهى، الجزء الثاني مع المحامي وعضو مجلس المبطل الأول محمد دلال بعد الفاصل.